يا حي الله بالطيبين، هلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمه الله اصدقائي متابعي قناه جرينتا سبورتس. معكم اخوكم المعتصم بالله، واليوم مع فقره قبل الصافره. الحلقه اللي راح نحكي فيها عن ديربي لندن، تشيلسي البلوز ضد المدفعجيه الجانرز نادي الارسنال. المباراه ومعطياتها والنتائج الاخيره المسجله للفريقين توحي بمباراه لاهبه وحماسيه. فاصل وراح نبدا. خلينا نفتتح الحلقة بالصلاة على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أصدقائي الغوالي، إذا كنت أول مرة عم تشوفني أتمنى أنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وترك لنا لايك وتعليق بنهاية الفيديو. هذا الشيء بيحفزنا كتير، وخصوصي أنه نحن على أعتاب ومشارف مونديال قطر القادم ولازم نشتغل، وما بيشجعنا إلا عطائكم لنا وتفاعلكم معنا. إذا ديربي لندن، تشيلسي يستضيف فريق الأرسنال المتصدر يوم الأحد الساعة 3 العصر. المباراة راح تقام على ملعب ستانفورد بريدج بأجواء أكثر من حماسية. وضعية الفريقين، الأرسنال متصدر لعبان 12 مباراة، عنده 10 فوز وتعادل واحد وخسارة وحيدة وبرصيده 31 نقطة، بينما تشيلسي نازل للمركز السادس. يا جماعة تشيلسي حاليا مركز سادس، يبتعد عن المتصدر بفارق 10 نقاط كاملة، لعبان 12 مباراة، فاز 6 تعادل 3 خسر 3 وبرصيده 21 نقطة. انتقل الفريقين في البريمير ليج، النسخة المحدثة من الدوري الإنجليزي، 59 مرة، 22 فوز لنادي الأرسنال مقابل 20 فوز لنادي تشيلسي، و17 تعادل وقع بين الفريقين. أرقام متقاربة كتير، حتى بالتسجيل الأرسنال سجل 80 مرة وتشيلسي سجل 77 مرة في ديربيات لندن اللي جمع الفريقين. حديث الألقاب، 19 لقب بيضموه الفريقين في خزانهم، 13 للأرسنال و6 للبلوز. السيد جراهام بوتر مدرب تشيلسي عامل شغل جبار كتير بعد ما أجل الفريق تصدر مجموعته في الأبطال، وعم يقدم مباريات جيدة، لكن هو جاي حاليا من خسارة 4-1 في آخر مباراة بالدوري، لعيبته سجلوا 2 منهم، عم يعتمد على تكتيك 3-4-2-1. في حراسة المرمى نحن محتارين مين نشوف، هل سيبقى على رأيه بكيبا أم سيرضخ للصحافة اللي عم تطالب بميندي في حراسة المرمى؟ مع استمرار غياب كوليبالي وفوفانا للإصابة، رح يعتمد على تشالوبا بالإضافة لتياغو سيلفا في قلب الدفاع. كوفازيتش، بوليزيتش وماونت رح يكونوا أعمدة الوسط في هذه المباراة، إضافة لهافرتس، أوباميانغ ورحيم ستيرلينغ اللي رح يقودوا هجومات نادي تشيلسي، مثل ما حكينا كوليبالي وفوفانا، بالإضافة لكانتي استمرار غيابهم للإصابة. اما السيد مايكل ارتيتا اللي عم يقدم كره جميله جدا وسلسه، راجع من فوز 5-0 الاسبوع الماضي، عم بيعتمد على تكتيك 4-3-3. هو عموما عم بيعتمد على رامزديلي في حراسه المرمى، جابرييل وصليبا في خط الدفاع، بالاضافه لاوديغارد وتشاكا في خط النص، بالاضافه لبارتي وساكا. جيسوس ومارتينيلي هن اتقل عليهم بالهجوم، وطبعا مع استمرار غياب زينشينكو. المباراه راح تكون تكتيكيه بحته، وما اظن ولا اتوقع انه يكون فيها اهداف كثيره، اتوقع المباراه قليله الاهداف لان راح تكون تكتيكيه بحته، واتوقع النتيجه 1-0 او 2-1 للارسنال، والتعادل ايضا وارد، لكن انا ذاهب مع خيار فوز الارسنال اللي راح يستمر بالصداره وراح يستمر قدام السيتي ويمكن يحقق اللقب اللي هذا انا بتمناه هالسيزون هذا. اصدقائي الغوالي، هاد كان كل شيء معنا عن مباراه تشيلسي والارسنال لحد الساعه 3. لا تنسوا مباراه نهار وشرار، اتمنى ان تبقوا بامان الله وحفظه، واذا عجبك الفيديو اترك لنا لايك وتعليق بنهايه الفيديو توقع فيها نتيجه المباراه. كان معكم اخوكم المعتصم بالله محمد لقناه جرينتا سبورتس، على امل تبقى بامان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.